الو، ايوه، ايوه، مين معايا؟ شاهناز مصطفى حسين. ايوه، معانا شيناز. اول مره اتصلت على مبادره الحقوقة اللاجئين لفرقة في راديو. ايوه، اول مره. طيب انت لاجئ في مصر صح؟ ايوه، قاعده في مصر. من اين دوله؟ أه؟ من اين دوله؟ من السودان. طيب انت جيت مصر امتى؟ جيت لي سنتين، لك يعني شهر 10 2019. اوكي تمام. طيب انت حاليا عايز تقدم شكوى في الراديو مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في برنامج تقول الحقيقة. انت هتقول هنا الحقيقة. اي طيب قدم الشكوى بتاعتك، تفضل. والله، طبعا انا وامي عايشين في، يعني عايشين هنا في مصر، برانا يعني لوحدنا. وأمي مريضة، مريضة قلب وعندها جلطة يعني نايمة في السرير. أنا وإحنا ما عندنا يعني راجل يعوننا وكده وكلام بالشكل ده، أنا وأمي بس. وأنا اللي كنت بصرف على البيت وكده، وكنت بشتغل، بس حاسة أنا ما شغالة وما قادرة إن أنا أشتغل، لأن أمي تعبت يعني كده، وما بقت تقدر تمشي، يعني الحمام ده ما بقت تقدر تمشي، وعندها يعني علاجات بالساعات وكده وكلام بالشكل ده. طيب يا ف شيء ناس، انت حاليا انتوا رحت مستشفى عملت الفحص الطبي ولا لا؟ عندنا تقارير كثيرة، أنا حاسة جاية من الدكتور والله. طيب انت رحت دكتور، ومين بيعالج الماما دلوقتي؟ أحس اللي بعالجها متابعة مع أنقاذ الطفولة. أيوة يلا. وتاني حاجة، المفوضية هنا ما بتنزل لنا مساعدات، ولا مفوضية بينزل لك المساعدات ولا لا؟ ما بتنزل مساعدات ولا أي منظمة شريك تبع مفوضية؟ ولا أي حاجة شفتها. ما أنت ما كلمت مفوضية؟ أنا كلمت واتصلت ومشيت وانا ما عارفه اصلا يعني اعمل المفوضيه فين، يعني بتصل تلفون كتير، التلفون بيجي مشغول، ما عارفه يعني اوصل للمفوضيه باي طريقه. والكروت بتاعتي دي خلاص انتهت، عايزه تجديد، يعني الشهر اللي فات شهر 4، يعني من شهر 4 الكروت انتهت، يعني عايزه تجديد وما عارفه اوصل، وكل ما اتصل تلفون مشغول مشغول، يعني ما عندي طريقة إن أنا أوصل للمفوضية، ولا بينزلوا لنا مساعدات، وأنا ولا قادرة. انت بتتكلم على اي كروت؟ كروت أه؟ الكروت بتاع ايه؟ الكروت مالها؟ انت بتتكلم على الكروت مدة انتهى. كروت الكارت بتاع مفوضية. أيوة، الكارت بتاع المفوضية، الكارت الأصفر، إيه مدته انتهت، عايزة أجدد. وثاني حاجة، أنا كنت متعرضة للعنف يعني من كان صاحب الشقة القديم وكده، وأنا كنت متابعة مع كير، وكير يعني حولوني يعني من سكن لسكن تاني وكده. بس وأنا كده شفت بسبب الموضوع اللي حصل معايا، بجد أنا نفسيتي تعبانة، وبقيت أخاف أنزل من الشارع بسبب الموقف اللي حصل لي. الراجل كان بتاع صاحب الشقة كان عايز مني حق شهرين، وما كنت قادرة أدفع بسبب أمي يعني وكده. طيب يا ده يعني مدينة، انت حاولت تتصل على بيستيك، منظمة بيستيك بتاعت منظمة شركة تابعت مع بيستيك. لما اتصلت عليهم قالوا لازم احنا ما بنساعد الا لما تكون واحدة زوجة شغالة، لما ايه؟ لازم يعني تكون مشغالة، احنا ما بنساعد الا الناس اللي شغالة، يعني فهمت؟ هما بيساعد الناس الشغالة وانت ما شغال وما فيش معاك اي حاجة وما عايزين يساعدك. والله بيقولوا كده. كلام ما منطقي ده. طيب ولا خلينا نتكلم بيقولوا على الموضوع. استنى، انا دخلت مشيت مع البيستك، مشيت
واتصلت عليهم وجوا عملوا لي زيارة في البيت، بس قالت أنا ما بنقدر نساعدك إلا لما يعني ما بنقدر ننقلك وكده وكلام بالشكل ده إلا يكون زول بيشتغل، فهمت؟ قلت لهم أنا ما شغال أعمل شنو طيب؟ قالوا ما عندنا مساعدة زول ما شغال، زول شغال يعني بيلتزم يعني يدفع إيجار كل شهر بشهر بيساعدوه بدوته حق سمسرة و ثلاثة شهور يعني ثلاثة شهور بدو حق ثلاثة شهور بس إيجار. الكلام ده ما مزبوط، الكلام ما مزبوط. أنت لما لقيت شغل أتروح تشتغل، لكن دلوقتي أمك مريضة وأنت عايز تعالج أمك. أيوة. في نفس الوقت تشتغل وتعالج أمك ده ما مشكلة، عايز مساعدة. أيوة أنا ما بقدر. عندي سؤال يا أختنا شينا. أيوة. أنت عملت إيميل للمفوضية اللي في مصر ولا لسه؟ عملت ايميلات مش ايميل واحد، وشفت اي ايميل بيجي قدامي بيقولوا لي اعمل الايميل ده ما في زول يعني هنا رد علي ولا شفت اي نتيجة. طيب دلوقتي نزلنا الايميل بتاعت المفوضية في جنيف وفي صفحة فيسبوك بتاعتنا، خش اعمل شكوى بتاعتك كمان بالايميل المفوضية. ايوه لكن عشان انت عملت هنا هم مش عايزين يترد عليك، حالك يعني حالك طوارئ، لازم انت عايز مساعده. ايوه والله العظيم ما عارف اعمل شنو. انت لما قلت انه بيتوصل المفوضيه وكده قلت كده انا احاول اجرب على وعسى. وحاولت الرقم كذا مره وما فيش حد يرد عليك، صح؟ انت عارف هنا في المفوضيه عاملين شنو؟ عاملين خدمه بتاعت انه يجيك طوال مشغول، هنا اي لاجئ ما عارف يوصل للمفوضيه الا يكون عنده مواعيد، والمواعيد ما بيسمعوا منك اي شكاوى. لما انت راحوا يعني انا حسي بعرف ناس مشوا ناس مشوا يعني كان عندهم مواعيد وكده قام هنا قالوا لا لا احنا ما بنسمع اي شكوى بس بخصوص المواعيد وتجديد القروض وكده بس، لكن شكوى انت عايز تقولها توصلها ما في كلام زي ده. هم مش عايزين اسمعك. ما عايزين اسمع. تمام. طيب عندك اي شكوى ثانيه عايز تقدمها في راديو مبادره تلحقوها لاجينا لا فرق ولا حاجه؟ بس هي الشكوى دي عشان هنا يساعدوني يشوفوا الحل، بس انا عايزه حل، عايزه حمايه وعايزه حل وعايزه كتير. والله انا نسيت تعبت ما عارفه حس الشهر ده قاعدين في ايجار ما عارفه الشهر الجاي ده انا هعمله كيف. طيب يا اختنا ايه النظره بتاعتك ايه النظره بتاعتك انت كلاجه في مصر بالنسبة للمكتبة المفوضية هنا في مصر ده، ايه النظرة اللي انت عنده فيهم هم؟ النظرة في ناس بيهتموا بهم وفي ناس ما بيهتموا، في ناس بيهتموا بالناس اللي ما بيستحقوا والناس اللي بيستحقوا ما جايبين لهم اي خبر. يعني ما عارفة ما جايبين خبر لاي يعني. انا بعرف ناس كثيرة في ذي الحالات كده ده ما بيساعدوا وما بينزلوا لهم مساعدات. تمام. يعني واكلين على فكرة هنا في مصر واكلين حق اللاجئين صراحة ربنا، يعني بياكلوها لهم هم على حساب، يعني مش مفروض أي لاجئ يكون له مرتب شهري دي لأنه بتيجي من جنيف، صح ولا لا؟ مفروض أي لاجئ ما في ناس كثيرة ما بتاخذ ما بتنزل لها مساعدات ما بتنزل لها أي شيء. الكلام ده غلط، يعني لازم يكون لاجي يعني هو بيطلب المساعدة، يعني هو ما فيش معاه لازم توقف معاه، لازم تسمعه، ده أهم حاجة لازم تسمعه. بتمشي تعمل الشكوى بقول احنا ما عندنا هنا ولا بتمشي تقدم الشكوى بقول احنا ما عندنا هنا ما يعني ما عندنا ما بيدى في حاجة، المفوضية هي اللي بتعمل كده بقولوا كده يعني بيجيبوا اللوم على ناس المفوضية الكبيرة، فهمت؟ تمام. بيجيبوا اللوم عليهم. ايوه عارفه الكلام ده. والله انا هنا اقسم بالله احنا بنعاني معاناه، اي لاجئ بيعاني المفروض اللاجئ ده يهتموا بيه لانه هو اصلا جاي من بلده لاجئ. يعني لو ما عنده مشاكل في بلده ما كان اتغرب وما كان ساب بلده وما كان هنا. ايوه صح.
يعني بإنساب المعاناة بلقى ألعن من المعاناة. شفت وهنا شفت يعني بصراحة ربنا المصريين ما بيرحموا ما بيرحموا ما في رحمة ما زي بلدك عاد لكن تمام. هنا نسجل الشكوى بتاعتك وإن شاء الله ينزل بكرة في راديو مبادرة الحقوق العربية الأمريكا. شكرا لاتصال راديو مبادرة. طب أنا عايزة بس أسأل سؤال. أيوة أيوة. يعني الشكوى دي حسي بيردوا عليا في كذا؟ الشكوى بتاعتك عليا إن إحنا هنرفعه في راديو. أيوة أيوة. ما أنا فاهمة أنت فيها رد عليك. لما ما أرد عليك يعني تصبر بس يعني. تصبر بس؟ ايوه تصبر صبر ربنا يديك الصبر بس. والله انا صابره بس أيوة. لكن ما عارفه الشهر الجاي ادبره كيف ما عارفه اكل وما شفت اقسم بالله حتى الاكل ذاته غير الحمد لله اكل كيف. بس صبر صبر بس ربنا ربنا يرزق يعني ان شاء الله ان شاء الله يرزق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي شكرا عفوا لاتصال الراديو مبادره. شكرا عفوا عفوا شكرا.